البروجي هذايا اكسبوزيسيون ارتستيك بروجي تخدم au cours de 8 mois عنده deux objectifs principaux non seulement la promotion des bouclettes qu'on a préparé tout au long des 6 mois اللي هما بوكليت éducatif اللي باش يحكيو على les impacts du changement climatique في تونس sous les effets نتاعهم mais aussi pour la sensibilisation qui fait à travers l'art خاطر l'art ينجم يكون une source très forte pour la sensibilisation خاطر العين ساعات اقوى من اي حاجه اخرى donc جينا اليوم جبنا des œuvres d'art نتاع حاجه صارت في تونس que ce soit الحريق البوليسيون مشكله الماء وغيره وغيره حاجه شفناها وعشناها ما صورش حتى حد تونسي ما عاشش سنين مشكله الماء فور اكزامبل دونك شفنا حاجه ملموسه تتشاف اللي تشوفها ومعناها احنا لو سول ليسبوار اللي عندنا انه نوصلوا لسونسيبيليزاسيون باش العباد تفهم اللي سي لو تون داجير واللي لي كريز كليماتيك اكزيست وماهيش جوست حاجه ايليوزيون معناها نحن بدينا نعيش في تأثيرات تغيرات المناخية نحكيو على انقطاع المتكلمين نحكيو على أزمة في الفلاحة نحكيو على أزمة الخبز حتى نعيشوا عليها توا هذا كله بسبب استراتيجية الدولة اللي ما كانتش خذت دي بلان دي بروجي خدمتهم بمسبق في وقت أنه هي كانت تعرف عندها أزمة في الماء عندها أزمة زادة في القمح كان المفروض على دولة تونس أنها تعمل على استراتيجيات وخطط تنفذ وتحط خطط واضحة باش أنها تقاوم تغيرات المناخية وتأثيرات نتاعها